انتم اليوم كتواكبوا الاسر اللي عندها وليدات عندهم مشاكل، مثلا مشاكل على مستوى النطق، القراءه، الناس اللي ربما عندهم وليدات كيعانيوا من التوحد، من مشاكل اللي ربما ما كانوش عارفينها من قبل وتفاجئوا بها في هذا الحجر الصحي. يعني كانت كتصيفط الوليد للمدرسه منه المعلم ولا المعلمه، الامهات كاملين في الحقيقه اليوم هما اللي كيجلسوا مع وليداتهم، كيحتكوا بهم، كيقراو معاهم، اكتشفوا بان وليداتهم عندهم مشكل ديال التعلم. نتوما كيتواصلوا معكم على حياه شورى، قلتي لي واحد الرقم كبير قبيلتي، عندك شحال 160 عائله ياك؟ نعم 162 اسره كتواصل معنا على مستوى المغرب كامل، على مستوى كاع المدن في المغرب، في كيك، كرسي، في العيون. يعني عندنا اسر اللي حنايا عوض ما نستهدفوا دوك التعلمات ودك الشحن بالتعلمات، على الاقل ديك الام بوسائل بسيطه، ماشي غتربي عيتها، انما بوسائل بسيطه كنستهدفوا المهارات، المهارات اللي شحال هذه ما عمرها ديك الام ردت البال ان داك الطفل ما عندوش مهارات التركيز، ما عندوش مهارات التذكر، مهارات الانتباه اللي ما تخلي هي اللي خلق ليه مشكل في النقل وفي الكتابه. يعني هذوك المهارات المبادره ديالنا هي وسائل بسيطة للأم، داكشي اللي متوفر عندها كتعطي الطفل، كتوفر لي واحد النشاط. يعني كنتواصلوا معاهم، سجلوا لهم فيديوهات، نديروا دي لايف مع أمهات باش بوسائل بسيطة. حتى هي منين كتولي، يعني كاينين أمهات اللي واكبوا معانا واحد الوقيته كتقول لك راه ولدي ماشي مشكل الانتباه اللي عنده، ها المشكل الإدراك اللي عنده، يعني ما قدرش يدرك واش هاد المفهوم، ما قدرش، يعني ما عندوش مشكل القراءة إنما عنده مشكل الفهم القراءي، يفهمش نقرأ. يعني هذه المبادرة ديالنا أن الأمهات تدخل في التعلم، وكيف ما ذكرنا ماشي ضروري داك الطفل يتشحن في هاد الفترة، لأن لقينا بأن الوليدات كنطالبوهم بتعلمات أكثر من داكشي اللي كانوا كيتعلموا في القسم، وهذا خطأ. يعني الأم بالخوف ديالها أن ولدها ما يواكبش تقدر تولي كتشكل، ما كاينش تغطية، ما كاينش الانترنت، ما كاينش، ما عندناش وسائل كيفاش غيواكبوا، إنما علاش ما نستغلوش هذه الفترة لتنمية المهارات اللي غتخليه من بعد يدخل لذاك القسم بدون مشاكل اللي كانوا عنده. بحالاش أعطيني بعض الأمثلة، أو أعطينا بعض الأمثلة للحياة. أمثلة مثلا الطفل اللي ما تيقدرش ينقل من السبورة للدفتر، يعني ديما عنده مشكل، الاستاذه ديما كتشكى منه انه ما تيقدرش ينقل بطريقه صحيحه من السبوره للدفتر. نعطيك مثال بسيط، نحاول نبسط كما تنبسطوا الامهات، ما تيقدرش ينقل جمله من السبوره للدفتر. شنو الحل اللي كنا تنقولوا ليه؟ هو انه يشد داك الجمله ويعاودها شحال من مره في المنزل، يعني نقدروا نقول 5 مرات 10 المرات. هذا ماشي حل، لان داك الطفل بحالاش، بحال قلت لك انا ما تنعرفش نسوق، وقلتي ليه هزي الطوموبيل وسيري ورجعي بها مسافه شحال من مره، هذا ما حلش لي انا المشكل ديالي. الحين انا خصني اشنو المشكل عندي؟ هو مرونه نقل الانتباه، كيفاش نقل الانتباه ديالي من ديك الجمله وندير لا ميموريزاسيون، يعني نخزنها في عقلي ونجي للدفتر ونحطها في نفس الصوره باش شفتها. اذا ممكن انا مثلا الام ديالي الا حطت لي واحد الصوره في الكوزينه وحطت لي نفسها في الصاله وقالت لي سير شوف الفروقات، دوك الفروقات اللي كنا كنديروا شحال هذه ملي كنا صغار، كانوا في المجلات كنقلبوا على ديك اللعبه تاع اكتشاف الفروقات. يعني هذه كتمرين، كاينين مجموعه من التمارين متسلسله على حسب الصعوبه كنعطيوها للامهات، اللي كتخلي الطفل ان ديك المهاره كتزيد تداركها وكتنمى عنده. مثلا تسلسل الاحداث، تقدر الام غير بطرق بسيطه، الهدف ديالنا هو نفهموا الام شنو هو المشكل، شنو هما النقط اللي نقدر نقول راه هاد النقط الا ما كاينينش عند ولدي راه هما دي سيدا لاخت، ونقللوا داك الضغط على الام اللي لقات راسها قدام دوك الوليدات. نمشيو لاطفال التوحد، يعني اطفال التوحد عندهم روتينات اللي ولفوهم انهم كيمشيو في الصباح يمشيو للمركز يمشيو، يعني عندهم روتينات تعودوا عليهم، لقيناهم قدام دابا واحد يعني بيرتورباسيون بحال تشتت لهم كاع البروغرام اللي مولفين، ما خصهمش يخرجوا وهما ما يقدروش يستوعبوا ان راه كاين واحد المرض، كاين واحد الظرفيه. يعني كيفاش هذيك الام نقصوا عليها الضغط، وكيفاش في نفس الوقت ديك السيروره ما تقطعش، تكون حتى هي عقله خدام، بحال تدير لي ان سبور، بحال شي حد اللي مولف كيدير رياضه ولا كيديرها في الدار نفس الشيء. يعني هذه هي الفكره اللي عندنا. رائع استاذ محمد بن ساسي. وانا كنت صنط الحياه كان عبر بابتسامه على الفرحه ديالي والسعاده ديالي على هاد القوه الابداعيه في هاد المره الاولى من نوعها اللي كنتلقاو في هاد الفتره هذه كامله، وخاصه توجهت لواحد الفئه اللي اول مره اللي كتوجه لها واحد المبادره حياه حطت يديها على واحد العنصر
لما كيخص فقط هذه الفئة هذه. اليوم التلاميذ كلهم جالسين في الدار وكلهم مضغوطين بصح نيت، الوالدين دابا خوفا من ان اولادهم ما يواكبوش، اجي انت اش كدير قريتي صوبتي التمارين، اجي هز الكتاب خذ الكتاب برك هذا. الام متوتره، الاطفال متوترين، صار الاب ما بقاش، الولد الطفل ما بقاش كيشوف ام ولا كتبان ليه عام معلمه ولا حارسه عامه، ما بقاش يشوف نهائيا ديك الشخصيه ديال الام. والام مسكينه ديك الحرقه ديالها باغا دير كلشي، واحد كتدخل في صراع معاه، انت ما كديرها لا اجي خدم مع ولدك وانا راه عييت اجي كذا، كتولي نايضه واحد الفوضى في البيت. والسبب ديالها شنو هو؟ وهو اننا ما دركناش، ما قدرناش نفهموا الاساليب اللي وحده ما نتوتروش بها، زوج نرفعوا من التوتر لوليداتنا، خاصنا ما يستحيل انهم يستوعبوا او يواكبوا تحت الضغط. حياه شورى، للاسف وقت البرنامج انتهى. الناس اللي كيسولوا على الرقم الهاتفي للتواصل معك، طبعا العائله الاسره اللي عندها وليدات عندهم مشاكل، تفضل اعطينا رقم الهاتف لحياه شورى واخا غادي. نعم تفضل. 06 06 97 97 47 47 18 36. نعاودوا 06 97 97 47 18 36. شكرا لك لاله حياه شورى، ومن خلالك نحييو ساكنه اكادير، ايضا ما نساوش الزوج الله يخليكم بعدياتكم والوليدات الله يحفظهم. 06 97 47 18 36 هذا هو الرقم ديال لاله حياه شورى. الناس اللي بغاو يستشروا معها، عندهم وليدات في البيت عندهم مشاكل ما كيقدروش انهم يركزوا، والاطفال اللي كيعانيوا من التوحد، ايضا مشاكل على مستوى النطق، يمكن لكم تواصلوا معها واكيد انها غادي تفيدكم.